شعر. في شو مكوبسة؟ كبوس كبوس. نايمة بتياب السهرة ومش شايلة الميك اب عن وجهك. قومي قومي صحصحي، بيك ناطرك على الترويقة ومعصب كرمال تعرفي. ومرقة رحاب قال الست عليا اعطتك اوف اليوم. شوف اختي، بتعرفي كيف بيقولوا انه الاحلام هي الحقيقه اللي بتكون بعقل الواحد؟ شو بتحكي انت؟ انا وين وانت وين؟ عم خبرك انه عطليني هم شو صار بين قوس وبيك، بتحكي لي بالاحلام؟ حلمت حلم كثير غريب. خير؟ لا مش خير، مش خير ابدا. بس بايخ، يعني انه حلم هيك بايخ. شو؟ قولي. شفت الدكتور جواد. ايه وكان كان نطق عم بيبوسني. ولك جاية باسل لهون اليوم خطوة كتير كبيرة، والفضل لإلك طبعاً، لولاكي ولولا مساعدتك ما كانت صارت. لا لا لا، لو ما أنت ساعدتني ما كان صار شيء أبداً، عن جد ميرسي. أنت بتعرف إنه هيدا أول عيد بيقضي باسل مع أخته؟ بتعرف هيدا الشيء؟ اليوم طالعة غير وحدة، بتعرفي هالشيء؟ أنا قلت حفلة وهيك تظبط حالي شوي زيادة. لا، القصة مو قصة لبسك وشعرك وقديش مزبطة حالك، حتى عيونك عم يلمعوا اليوم. لازم شيك على باسل. وقعت المي بالغلط وأنا وعم نشفها خزقت الورقة، بس خزقت الورقة جربت لزقها، بس مش هيك يعني ما بيمشي الحال. انه خلص هاي الرسمة راحت، لازم تنرسم من اول وجديد. هي خلص لقينا حل المشكلة. نعم؟ ارجعي ارسميها من اول وجديد. انا؟ ايه انت. طلعي الخطوط لساتها واضحة. عندك ورقة وقلم للتصميم والرسم؟ ايه عندي كل الأغراض، بس ما بصير ارسمها انا. ليش لا؟ نقلي كل شيء هون على ورقة نظيفة، وهيك بتكوني قلتي الحقيقة وحليتي المشكلة. ولك بتطلع نفس الشيء؟ أكيد. أنت من أهل.
صباح الخير يا فاي. سوري وعيتك؟ لا ابدا، انا بالسياره. صاير شيء؟ انا رسمت وهلا اخذ الرسمه وطلعتها لعند الست عليا. ما بعرف شو رح تكون ردة فعلها، بس ان شاء الله. وبدي اقول لك انه لو ما انت شجعتني ما كنت رسمت. بالعكس، انا ما عملت شيء، انا بس ذكرتك انك بتقدري ترسمي مو اكثر. ميرسي كثير. العفو. يلا ابي خبريني. ايه لا اكيد، اول ما اطلع من عندها رح اقول لك. موافقه. باي باي. باي. بيك منو؟ فاي هون؟ ليش مسكرة خطك يا هبيلة؟ اي حكي من الايطا رح اعطيك اياها. فاي عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ لا تخافي، اسمعيني، انا بكره رح حل الموضوع بطريقتي. من بكره رح ينزل خبر عندي على السوشيال ميديا كذب فيه اللي صار وين فيه. لا تاكليها، لا بقى تبكي لو سمحتي. عم تسمعيني؟